والأطفال القاصرين بمراكز إسبانيا للنواب محمد بن الحسن زهر الشقاف أمين إسماعيل إدريسي عبد الرزاق فضيلي محمد بن القاضي محمد بوزغا عبد الله غمير محمد جيني ومحمد انشاد من فريق اتحاد الحركات الشعبية. أحد تفضل سيد نائب. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. تأملت في الأونة الأخيرة ظاهرة هجرة القاصرين بطرق غير شرعية نحو إسبانيا، وعندما يتم اعتقال هؤلاء القاصرين بالأراضي الإسبانية فإنه يتم تحويلهم إلى مراكز الإيواء المعدة لهذه الفئة، باعتبار أن القانون الإسباني يوفر حماية لهؤلاء القاصرين إلى حين بلوغ سن الرشد، ويستفيدون في هذه المراكز من الإيواء والتربية والتعليم. والسؤال المطروح للسيدة الوزيرة هو كالتالي: هل هناك من إمكانيات للتعامل معهم تبعا لما هو مسطر في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعتبر ميثاقا عالميا في هذا النطاق؟ وهل ما يتلقونه من قيم وعادات بهذه المراكز لا يتنافى وعادات وقيم ببلادنا؟ وشكرا. كلمة لكم سيدي. شكرا سيد نائب المحترم على سؤالكم. بالتأكيد على أنه ظاهرة هجرة السيرية أو الهجرة السيرية للأطفال القاصرين تفحلت هذه السنوات الأخيرة، وغادي نعطي رقم اللي سجلناه 2005 في إطار الهجرة السيرية، واللي هو وصل ل 4441 طفل، واللي هما موجودين بمراكز الاستقبال في إسبانيا. بغيت نقول على أنه أولا كنت أول من أعلن عن إرادة المغرب وعلنا عليها بشكل واضح على ضرورة إعادة ترحيل الأطفال، وقلت أن المغرب لا يمكن أن يتنكر لأطفاله، انطلاقا من أن كتبقى اللي هو أساسي بالنسبة لنا هو المصلحة العليا للطفل. ولكن بطبيعة الحال هذا الشيء لابد أن يتم في إطار احترام القوانين، خصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل كما جاء في سؤالكم. بغيت نقول الإجراءات اللي كانت تاخذوها، لأن بدون شك أنه رغم الظروف اللي لابد نقول على أنها جد معقولة اللي كيعيشوا فيها الأطفال في المراكز ديال الإيواء، ولكن هناك بطبيعة الحال مخاطر تهددها هؤلاء الأطفال، فنحن نتابع عن كثب، وقمنا في إطار لجان اللي وفدناها لإسبانيا من أجل زيارة مركزين، واحد في غرناطة وواحد في مدريد، واللي أكدوا توصلنا بالتقارير لأن هاد الأطفال هما عندهم يعني يتعاملوا معهم معاملة يعني معقولة. ولكن بغيت نقول الإجراءات اللي كانت تاخذوها لمعالجة هذه الظاهرة. أولا تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الطرف الإسباني. الطرف الإسباني يطمح من الرفع من الإطار القانوني، رفع هذه المذكرة التفاهم إلى إطار قانوني اللي هو اتفاقية. إحنا لازلنا ندرس هذا المقترح، ولكن كذلك قمنا في إطار لجنة مشتركة مع الجانب الإسباني لوضع إجراءات مهمة. الإجراء الأول هو يتعلق بالوقاية، ونقوم في هذا الصدد بإجراءات تحسيسية بالشراكة مع جمعية المجتمع المدني بيتي لامفيم، وكذلك مع التعاون الوطني. ونقوم في الشق الثاني بإجراءات علاجية. هذه إجراءات علاجية مع إما السلطات المحلية أو الغوفرنمون أوتونوم الحكومة المحلية ديال مدريد، وكذلك مع الحكومة ديال كاتالونيا. اتفقنا على غادي يكونوا مجموعة ديال المراكز. هاد المراكز غادي يكونوا في النادر وفي خريبكه وفي طنجه وفي مراكش. كاين برنامج دولي للتمويل بالاضافه الى برامج تمويليه من طرف الدول الحكومات الاسبانيه. هاد المراكز غادي نقوموا فيهم بالتكوين للمربين المختصين، بالاضافه الى المواكبه ديال هاد الاطفال على المستوى النفسي، وسياسه القرب في اتصال مع العائلات من اجل استرجاع وترحيل هؤلاء الاطفال باش يلقاو النسيج الاجتماعي ديالهم واجد وحاضر، ويمكن لهم يندمجوا جديد في مجتمعهم المغربي. وشكرا. شكرا. تعقيب السيده النائب، تفضلي. أنا نشكر السيدة الوزيرة على هذه التوضيحات الهامة التي قدمتها لنا في هذا الموضوع.
سيما أن أبناء المهجر هم أبناؤنا جميعا ويملي علينا الواجب العناية بهم، لذا فإننا نلتمس من الحكومة عامة أن تعمل على الاهتمام بهؤلاء الذين تعيش أغلبيتهم في ظروف صعبة على مختلف الأصعدة. وسيد الوزير، هنا نؤكد على المتابعة من أجل الحفاظ على الهوية والقيم لهؤلاء الأطفال، لأن الأطفال هم يعني تأثير سهل بالنسبة لهم، ولا سيما أن لنا تجربة سابقة وهم أطفال مخيمات الذين قضوا مدة طويلة في إسبانيا، هم الآن لا يعلمون أي شيء عن الإسلام. وشكرا. شكرا. بعد توني سيد الوزير. نقول لأنه هذه الإجراءات اللي عطيت لي كنقوموا بها على صعيد المغرب، ولكن بطبيعة الحال عندنا علاقات مع جمعيات مغربية في إسبانيا واللي كتقوم كذلك بدور ديال التتبع ومواكبة هؤلاء الأطفال في حدود بطبيعة الحال الإمكانيات ديال هذه الجمعية، وبالتالي رحنا مستحضرين وكنعملوا في إطار جهدنا باش نحافظوا بطبيعة الحال على الهوية ديال أطفالنا. وشكرا. شكرا.